السلام عليكم. صحيحة، كلشي بخير. هانيا خوت، تحية ليكم بزاف بزاف بزاف. تحية الناس المغاربة، تحية ليكم. كنبغيكم عواشكم مبروكة، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله في هذا الصباح مبارك سعيد. الله يدخل عليكم الصحة هنا خوتي خواتاتي وخوتنا الجزائر، خوتنا الناس العرب كاملين والناس ديال الغربة تما ما نسيناهمش. تحية ليكم بزاف بزاف بزاف. اليوم نشارك معكم واحد الطبلة الفطار ديالنا ان شاء الله اللي وجدوها المرأة واختي اللي قسم الله وجدوه وحطيناه دابا ان شاء الله. سوف نصوره معكم ان شاء الله. الله يدخل عليكم بالعيد الصحة وهنا اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله، اللي تمنيتو ان شاء الله، اللي تمنى شي حاجة بقلبه يلقاها له سيدي ربي ان شاء الله في هذا العواشر. تحية الناس للناس الاصدقاء ديالي اللي كاينين في تطوان طنجة، تحية لكم بزاف بزاف بزاف. عواشكم مبروكة، تعيدوا تعاودوا. الناس ديال العيون تاع عواشكم مبروكة، تعيدوا تعاودوا. اللي تمنيتو في حياتكم الله يسهل عليكم. والله خوت والله هذا الفيديو هذا دايرته على غفلة باش نشارك معكم في هذا العيد الصباح، هذا العيد الصباح هذا باش نبارك لكم العواشر. نتوما عارفين اخوت بنادم ضروري خصك تبارك له العواشر، وما عارفين طنجه ورد ما بلوككم شحال هذه في الاعياد كنت دائما كنبارك لكم العواشر. تحيه لكم بزاف 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 بزاف. الله يدخل عليكم الصحه وهنا اللي تمنيتو في حياتكم ان شاء الله. بقاو معايا، هذا الفيديو دا يكون طويل حتى الغدا. يلا الله يسهل عليكم. دابا سالينا الفطور ديالنا احنا دابا مع خو رياض. عطيتكم واحد الكلمه زوينه في هاد العواشر هادي. كاينه معايا المراه، كاينه خو ديالي، كاينه انا، كاين الله، ماشي كاين، كاين نتوما. تحيه لكم بزاف بزاف بزاف. وتحيه للناس اللي كيحبونا، تحيه للناس ديال اللي متبعين، الناس ديال خوتنا. والله يدخل عليكم الصحه هنا اللي تمنيتو في حياتكم. يلا شي كلمه زوينه اختي للناس. السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشركم مبروكه، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. واش ما تمنيتوا في حياتكم يا رب فهاد العواشر هذه وبصحة فطوركم وعيد مبارك سعيد. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك، عواشر مبروكه، تعيدوا تعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والهنا والعافيه. وكل واحد اللي يتمنى شي حاجه في خاطره تحقق ان شاء الله في هاد العواشر هذه. نهاركم مبروك ومرحبا بكم عندنا في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله غنشارك معكم الفطور ديالنا والغداء ديالنا، خليكم معنا. واللي بغى يجي يتغدى معنا مرحبا به، عواشركم مبروكه، خليكم معنا. خوت خواتات، احنا دابا جينا العائله ديالي عند مرت عمي، عرضت علينا علاش ما وجدناكمش الغداء ليها. ان شاء الله غتكون شي حاجه زوينه هنا. تحيه لكم بالصحه صراحه بصحه فطوركم وعواشكم مبروكه، وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله. صراحه مرتعمي هي كاينه معايا دابا تما صوتها ان شاء الله، وحنا جالسين دابا ندوزوا مع الغدا ان شاء الله العيد. عاونونا بليلاك ليلاك اخوتو، سمحوا لنا ما وجدناكمش الميداء ديال الغدا ديالنا ليه، هما اللي عرضوا علينا جينا عندهم الدار. تحيه لكم بزاف والله، انتم عندنا عزاز عزاز وغالي. شو جاي شباب يهضر مع الناس؟ جايبه شربك الله يرضي عليك. مريم ما جي ساعد بشرب الدار، جايبه ولا يجيب الخبز، ويجيب مولاضه، ويجيب العدول معاه من اللور. فهمتي؟ خالتي عواش مبروكه، وتعيدوا تعاودي ان شاء الله. اللي تبنيتي في حياتك ان شاء الله الله يطول لي فمك. ما بيناش ما تبانيش، بانها صوتك. ايوا صافي، لا ما كنبغيش نبان في الكاميرا. لا لا والله ما تبان. علاش؟ خالتي هذه هي مرت عمنا بحال الوالده ديالنا. يلا تحيه لكم بزاف وغالي، ونقول نموتوا عليكم. يلا بقوا معايا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.